السلام عليكم. تأهلت لاعبة التنس العربية التونسية أنس جابر إلى الدور ربع نهائي في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس. ألف مبروك للاعبة التونسية 100%، مثل ما هي بتوصف نفسها أنه أنا لاعبة تونسية 100%، حيث أنها كانت تتدرب بمدينة سوسة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. وبداية هي كانت تعمل كجامع كرات للمدرب اللي كان يدرب والدتها في لعبة التنس. ألف مبروك لأنس جابر مرة ثانية، وتحياتنا للشعب التونسي. طبعا أنس جابر بدأت احترافها في عام 2011 لما فازت ببطولة فرنسا المفتوحة للناشئات، وبعدين بدأت بعالم الاحتراف. نتمنى إن شاء الله التوفيق لأنس جابر، وإنها طبعا هي الآن المصنفة خامسا في ترتيب اللاعبات التنس على مستوى العالم. نتمنى لها التوفيق وإنها تصير المصنفة أولى على مستوى العالم كلياته. وكل تهانينا من الشعب الأردني إلى الشعب التونسي الشقيق، وألف ألف مبروك فوز اللاعبة أنس جابر.